في خطوة تزيد التعقيدات في ملف حاكم مصر في لبنان السابق رياض سلامي، اتخذت رئيسة هيئة القضايا القاضية في وزارة العدل هيلينا اسكندر كممثلة عن الدولة اللبنانية صفة الادعاء على سلامي وكل من يظهره التحقيق تبعا لادعاء النيابة العامة المالية على الحاكم السابق، وبالتالي بات يتوجب إبلاغها بأي طلب تخلية سبيل ولها حق الاعتراض والاستئناف. دخول الدولة اللبنانية ملف سلامي ليس الأول، فالقاضي اسكندر سبق أن خاضت معارك عدة في ملفات الحاكم السابق في لبنان والخارج، وصولا إلى إعلان أحقيتها وقانونية استشارتها بتعيين محامين عن الدولة اللبنانية، وذلك بغية متابعة ملفات الحاكم في الخارج. ففي أذار من العام 2023 وأثناء تواجد وفود قضائية أوروبية في بيروت للاستماع إلى سلامي على خلفية استنابة قضائية صادرة عن القضاء الأوروبي، حاولت القاضي اسكندر حضور الجلسات التي تزامنت مع تحقيق محلي منفصل عن التحقيقات الأوروبية، وكان أمام القاضي المتقاعد شربل أبو سمرة. وفي حينه تقدمت الدولة اللبنانية ممثلة بالقاضية هيلينا اسكندر بادعاء شخصي في حق كل من حاكم مصر في لبنان رياض سلامي وشقيقه رجا ومساعدته ماريان لحويك، وذلك تبعا لادعاء النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، وبعد تحقيقات أجرتها النيابة العامة بواسطة المحامي العام التمييزي القاضي جان طنوس. وفي كلا الحالتين فإن الدولة اللبنانية ومن خلال صفة الادعاء ودخولها طرفا في الملف ترى أنها متضررة من جرائم عدة كالرشوة والتزوير أو تبييض الأموال والإثراء غير المشروع أو حتى اختلاس المال العام، ما دفعها سابقا إلى طلب الحجز على أموال الحاكم وشقيقه ومساعدته، إضافة إلى حجز ممتلكاتهم العقارية وتجميد حساباتهم المصرفية وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لمنعهم من التصرف بها حفاظا على حقوق الدولة اللبنانية، وذلك في حال صدور قرارات ضمنية تدين الحاكم في لبنان أو الخارج. وبالتزامن لا يزال الحاكم السابق لمصر في لبنان موقوفا في المقر العام لمديرية قوى الأمن الداخلي بانتظار موعد جلسة التحقيق معه أمام القاضي بلال حلاوي، والتي تبلغ موعدها محامو سلامي وسط توقعات بحضور القاضي اسكندر جلسة الاستجواب. على خط آخر، رفض مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار طلب القاضي غادة عون التحقيق مع سلامي، علما أن النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان حضرت شخصيا إلى قصر عدل بيروت وأودعت الحجار كتاب طلبها الاستجواب.